وزهرة وما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم وقبائل انضموا إليهم، وظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وشق الحجر لبني عبد الدار وبني أسد ولبني عدي وهو الحطيم. وهاب الناس هدمها، فأخذ الوليد بن المغيرة المعول وبدأ بهدمها قائلا: اللهم لا ترع، اللهم لا نريد إلا الخير. وهدم ناحية الركنين، وانتظر الناس لليوم الثاني متوجسين خيفة أن يحصل شيء للوليد، فلما لم يصبه شيء هدم وهدم الناس معه حتى أساس إبراهيم عليه السلام. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن أي موضع الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، وثارت نذر الشر وأعدوا للقتال. فقال ابن المغيرة المخزومي، وكان وقتها أسن قريش: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل عليهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم قال: هلموا إلي ثوبا فأتي به. فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده، ثم بنى عليه. إرهاصات قبل النبوة. وتتالت الأيام وتوالت السنون، واكتمل شباب الصادق الأمين، وخطى به الزمن نحو الأربعين من العمر، ولم يعرف في شبابه اللهو، ولم يدن بمعتقدات قومه، وتمسك بإرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في الحج والبيع وشؤون الحياة، وأحبه أقرانه وأصدقاؤه من التجار، وكان أقربهم إلى نفسه ثلاثة تجار اتسموا بالأخلاق العالية والنظرة السليمة والبعد عن الرذائل والتثقف بالثقافة الحسنة ومعرفة الأنساب والشعر، وعرفوا بإكرام الضيف والإنفاق على الخير، وكانوا أصدقاءه قبل البعثة وأتباعه بعدها، وهم عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. ومالت نفس الصادق الأمين إلى التأمل، وكان يجد في نفسه قلقا غامضا لا يعرف مصدره ولا مصيره، وحبب إليه الاعتزال والاعتكاف والوحدة، ولم يخطر بباله لحظة ما الله مكرمه به من الوحي والرسالة، ولا يحلم بذلك في يوم من الأيام. وكانت عادة الاعتكاف والخلوة معروفة عند قريش، ويقال إن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو في غار حراء، وقد نصح قومه بالصعود للجبال أثناء حادثة الفيل. والاعتكاف من شرع إبراهيم عليه السلام، كما أن الغار مطل على الكعبة المشرفة، والصعود إليه يستغرق نصف ساعة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
صعد الصادق الأمين إلى الجبل إلى غار حراء، فكان يمكث أياما وهو يطل على الكعبة يتأمل في هذا الكون الساحر الخلاب العجيب الموحش المؤنس، ثم يهبط ليتزود ويعود بعد أن يطمئن على أسرته. وذات يوم من أيام الصيف القائض في 17 من رمضان في 40 من ميلاده، والتي توافق يوم الاثنين 6 من آب 1600 ميلادية، جاءه الملك وهو بحراء. قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. فرجع إلى بيته وهو يرتجف من الموقف، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر. قال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وانطلقت خديجة مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خائفة عليه إلى ابن عمها ورقة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له: اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حتى يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إلا أن الأيام لم تأتي بما كان يشتهي ورقة من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي بعد فترة وانقطع خبر السماء وفتر الوحي. وحزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، ثم ما لبث الوحي أن تتابع وبدأ نزول القرآن العظيم. كان أول من صدق رسالته وآمن به زوجه الوفية المحبة خديجة، فحنت عليه وآزرته وثبتته، وكانت السند والذراع والحنان، وهي أول من عرف خبر النبوة ونزول الوحي، وكم هونت عليه أمر الناس. ثم أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يومئذ ابن 6 سنين، وكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام معونة من رسول الله لأبي طالب وردا لجميله، فقد كان كثير العيال. وكان علي أول الذكور إسلاما، وأسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تبناه. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله، إنه أول الناس إسلاما، وقد أسلم أهل بيت أبي بكر بإسلامه. قالت عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. أسلم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، وكانت له منزلة في قريش
لعقله ومرؤته واعتداله، وكان رجلا محببا سهلا، عالما بالأنساب، تاجرا ذا خلق. وبدأت الدعوة الإسلامية بمكة سرا، وكان المجتمع المكي قبليا عشائريا، ومكة تخضع لقبيلة واحدة هي قريش بفروعها الأربعة عشر. وكان المتوقع أن ينتشر الإسلام في عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في قريش، ولكن ذلك لم يحدث. لقد انتشر الإسلام في فروع قريش بصورة متوازنة دون أن يكون لأحد عشائرها ثقل كبير في الدعوة الجديدة. فأبو بكر الصديق من تيم، وعثمان بن عفان من بني أمية، والزبير بن العوام من بني أسد، ومصعب بن عمير من بني عبد الدار، وعلي بن أبي طالب من بني هاشم، وعمر بن الخطاب من بني عدي، وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، وعثمان بن مضعون من بني جمح. كما وأسلم في هذه الفترة المبكرة رجال ليسوا من قريش، فعبد الله بن مسعود من هذيل، وعتبة بن غزوان من مازن، وعبد الله بن قيس من الأشعريين، وعمار بن ياسر من عنس من مذحج، وزيد بن حارثة من كلب، والطفيل بن عمرو من دوس، وأبو ذر من غفار، وعمر بن عبسة من سليم، وعامر بن ربيعة من عنز بن وائل، وصهيب النمري من بني النمر بن قاسط. وهكذا جاء الإسلام عاما منذ الوهلة الأولى، وليس خاصا لمكة ولقريش.